الزمن اللي كنا يعتذروا بهذا الكلام ان هم قبل الاخوان وقبل السلفيين وقبل دخول اي حد في هذه الحركات كانوا هذه الحركات هي المؤسسه والمهيئه والمؤثره في ثوره مصر 25 يناير. مش ثوره الحركات بس كانوا يشيلوا كفه المراكز العربيه دي حاجه. انا هي اللي عملت سلامات بتتكلم بصراحه الدوله. في نقطه اللي عملت سلامات بتتكلم بصراحه ايه؟ الدوله. الراجل ده طبع 20,000 نسخه من هذا الكتاب ووزعه مشهور يعني. المجلس العسكري لما قلب على الفكره الرؤيه راحوا لاغيين يا جماعه ما رضيش يعمل عليه القبض. ادي الورقه اللي بتقول طباعه الكتاب. فلما قالوا هنا ولقصد الطبع على كتاب الثوره وتميز ولتميز الماده الاعلاميه بها وبمناسبه الغضوب العام على ثوره 25 هم اللي بيقولوا هذا الكلام. تدور سيادتك تتقدم بالموافقه على اعاده طبع 3,000 نسخه من هذا الكتاب الخاص بانشاء الهيئه العامه للاستعلامات. رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين رئيس الهيئه العامه الايه؟ للاستعلامات، هو اللي بيحدد المكافات. الاخ انس الفقي اعتبر الهيئه العامه للاستعلامات ووزاره الاعلام محل عصير قصب وعلى نسبه الكلام ده. لما جاب طبعا احنا متفقين لو انتوا جيتوا بصيتوا كل واحد فيكم في مجال عمله رئيس التحرير مش موجود في اللي بيقلب عنه مش كده برضه؟ ولا بروح اجيب رئيس تحرير من مجال تانية هو اللي مهم الايه؟ بالشغل. فطبعا ده راجل من خارج الايه؟ الهيئه العامه للسلامات ولا تتوفر فيه الشروط ولا بيصدر لها قرار من مين؟ من رئيس الجمهوريه. ماشي. نيجي بعد كده طلعوا القرار بيقول فيه بقى عمال ياسر فيه؟ يمسك رئيس الهيئه العامه للسلامات بجانب عمله الاصلي في نفس الوقت في الخارجيه. ماشي؟ طيب. يعني يجي يشتغل عندي 5 دقايق فين؟ في الهيئة وباقي اليوم يقضيه فين؟ وده لا يجوز قانونا صح؟ وباقي اليوم يقضيه فين؟ خارجية. واحد تاني يقول لي يا عم ده ممكن يقعد طول النهار فين؟ في الخارجية وبعد ما يروح يتغدى يجي الساعة 5 فين؟ في الهيئة. رأي تالت خلي بالك وبيصرف مرتبه كله كاملة منين؟ من الخارجية وبيصرف مرتبه منين؟ من الهيئة العامة للاستعلامات. نعم كل دي مخالف القانون. الشيء بقى المضحك الممكن اللي يبين لي الدوله دي ماشيه ازاي سمك لبن قام اليوم دي لما الوزير يصدر قرار بتولي يعني بتقلد ايا كان من اللي يمسك مين رئيس الهيئه العامه للاستعلامات حلو الوزير ورئيس القطاع اللي هو مرؤوسه يصدر له قرار من مين من رئيس الوزراء مش ده مضحك ممكن وما زال اسماعيل خيرت حتى تلبس. يعني الوزير يطلع قرار رئيس الهيئه العامه للسلامات ومرقوص اللي هو رئيس القطاع يطلع قرار من مين؟ رئيس الوزراء. يا جماعه على في سيديهات معموله عليها الحاجات بتاعتك. موقع الجمل ودور الهيئه العامه للسلامات بصفه خاصه في موقع الجمل. طبعا كلنا حاول تقول لهم البلد صح. البلاغ اللي هو متابعينه من البيت. اهو لا لا خد البلاغ اهو. معلش. الترتيب دي اللي عليها ترتيب ده ما تسيبوش. طبعا احنا كلنا فاكرين المراسلين الاجانب اللي كانوا بيقال عليهم في امداد التحرير ان هم عملاء ومؤسيس داخل ميدان التحرير. دول في الاصل ما كانوش جواسيس اجانب ولا حاجه، دول كانوا مراسلين الاجانب اللي هم داخل مصر، لان الهيئه العامه للاستعلامات برضه من ضمن الحاجات اللي برضه نسينا نقولها او نوضحها ان كل مراسل او كل صحفي ياتي الى مصر في حاجه اسمه صحفي مقيم او اعلامي مقيم واعلامي متجول اللي هو بيجي زياره ويمشي لابد ان يسجل في المركز الصحفي بتاع التلفزيون اللي هو بيتبع الهيئه العامه للاستعلامات يسجل ويعرف موقعه فين ومكانه فين وجريدته ايه او مجله ايه او الكلام ده كله. فطبعا كل العناوين بتاعت الناس ديت موجوده. لو تفتكروا يوم ما وقعت الجمل الصبح او بعد الظهر لما طلعوا خدوا المراسلين الاجانب اللي كانوا بيصوروا من فوق هيلتون رمسيس لو تفتكروها الموقعه ديت اللي ادلهم عليها رئيس المركز الصحفي في هذا الوقت. اللي قال لهم ان في مراسلين اجانب فوق
طب انت عملت لهم التصريح؟ لا معهمش تصريح. وهتثبتوا لما طلعوا كسروا لهم الكاميرات وقالوا ان دول عملاء اجانب بيصوروا منها التحاليل وبيبعتوا الحاجات دي للمؤسسات الجاسوسيه بتاعتهم في الخارج عشان يقولوا ان دي مش ثوره، دول ناس جايه تدعم الثوره للجاسوسيه. كلنا فاكرين الموقعه بتاعت مصطفى محمود بتاعت السول بتاعت احنا اسفين يا ريس. السول للاسف الشديد دي مش ثوره في الهيئه العامه للاستعلامات، لان كانوا هم لغايه اخر لحظه كانوا مؤمنين ان حسني مبارك لم يطلب الحكم. وانا نظام حكم مبارك باقي وما زال لغايه الان برضه، وانا اسر ان حسني مبارك ونظامه باقي الى 2012 في اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي. ما زال هذا النظام باقي. موجود. النظام مش حسني مبارك بس، ان الثوره تاتي اذا لم تاتي الثوره بنظام جديد تبقى مش ثوره، فهم عشان كده عايزين يقولوا ان دي مش ثوره. عشان ما نخرجش بره الموضوع. حط كده بلاد بس عادي، خد منه التليفون، خد منه التليفون عشان بس هم يعرفوا. حاضر يا باشمهندس، حاضر يا باشمهندس. بس اديهم بس الاول ايه؟ لا لا لا، مش هقول. ثانية واحدة يا باشمهندس. دي الصورة بتاعت الإنجازات بتاعت الثورة بتاعت في 2011 2003 بعد ثورة مصر، بعد الثورة ما قامت. بيقولوا ثورة الشيل بتاع العمل بتاع الشغل بتاع المطبعة. بيقول لسه بيطبعوا عشان بيقولوا ان في حسني مبارك لسه موجود ونظامه موجود. طبعين ايه بقى؟ طبعين زيارات السيد الرئيس 2007، ده الكلام ده بعد ثوره مصر ما قامت. زيارات السيد الرئيس 2009، زيارات السيد الرئيس 2009 تاني، افريقيا، الاتحاد والبلدان، دستور جمهوريه مصر العربيه بتاع 71 اللي هو الثوره اسقطته. طبع في الهيئه العامه للاستعلامات وتوزع. عشان يقولوا ان حسني مبارك مستمر حتى نهايه سبتمبر. خطب السيد الرئيس حسني مبارك. ايه؟ خطب السيد الرئيس حسني مبارك. انجازات مبارك. انجازات مبارك. حاجه ثانيه. دي مطبوعه في كتب ولا ايه؟ التاريخ يعني ده 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 اول شغل انجازات، انجازات الاداره، انجازات الاداره المركزيه للانتاج الاعلامي في شهر يناير خلصت في 1/3. استلمت الاصل وخلصت في 1/3. شهر فبراير يعني حسني ما ماشي في 11/2. شهر فبراير اللي هو حسني ماشي فيه في 11/2 خلص يوم 17/3. دول تبعوا بقى صور الريس تاني بعد ما كانوا طالعين. بعد ما كانوا طالعين 11,303 صوره، رجعوا تبع حوالي 10,000 صوره تاني عشان يوزعوها، عشان مين هيروح العباسيه ومين هيروح مصطفى محمود. الثورة المغضبة. ومين هياخد ده من المحاكم يرفع صوت الرئيس؟ احنا اسفين يا ريس. هو انتوا مش في الاعلام مش في الاستاذة اللي انا مش عايز اقول اسمها اللي هي عاملة صفحة احنا اسفين يا ريس؟ وكلكم تعرفون اسمها مين؟ عشان ما نقولش اسمها، عشان ما تقولش علينا ان احنا بنقول عليها حاجة مش كويسة. بنزل فيها. ماشي. ده في شهر 3 تم طبع صور. اهو شهر ده شهر فبراير خلصت. كان في اول فبراير اهو. شهر انجازات الاداره المركزيه ده اللي امر الشغل اللي بيطلع بيه الشغل في الهيئه العامه للاستعلامات. صور الرئيس وانجازات الرئيس. لان الناس دي لن تؤمن حتى الان ان هناك ثوره في مصر. لان انا بؤمن ان نظام مبارك ما زال جالس على كراسي الحكم. اللي مشي مبارك خلاص. راس الحكم مشي، ولكن ذيول النظام بالكامل موجوده. كل ذيول النظام في مصر موجودة من أصغر من مدير عام وأنت طالع لغاية ما توصل للمجلس العسكري. أنا طبعا أنا كنت مدير عام المطالع، أنا راجل أصلا مهندس طباعة ودي شغلتي، وتم إقصائي طبعا لمحاربة الفساد. فكنت في المطبعة بطبع مثلا كل سنة يجي مليون صورة لمين؟ لحسني مبارك. عشان نغطي المدارس، نغطي المحافظات. دي شهاده موثقه. ايوه دي شهاده موثقه، لان هو كده بقول له ايه؟ استنى انا بقى شويه بقى. وكنت بطبع بمليون صوره ومليون علم عشان اغطي السنه. ما بين محافظات، ما بين مدارس. ما احنا كان عندنا الهدايه بتاع مين؟ حسني مبارك. طب بتستهلك ميزانيه كتيره؟ نعم. صور الرئيس؟ طبعا. حوالي ايه؟ الصوره بتتكلف 2 جنيه. لا يعني في السنه كانت بتستهلك طبعا. بقول لحضرتك الصوره كانت بتتكلم في الواحد بتتكلم في 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. طبعت 10,000 ب 20,000 زي ما تيجي زي ما تطبع.
فالسنه اللي هي 2010 تم طباعه عدد لا باس به. ليه؟ في 2010 انا كان عندي حاجتين ورا بعض، انتخابات مجلس الشعب في 28/12/2010 كنا عارفينها كنا لازم نغطيها، والاخ حسني مبارك طبعا كان حاطط في دماغه اللي هو يكمل الايه؟ الحمله الانتخابيه بتاعت مين؟ بتاعته، وعايز يستمر في الحكم. فكان عندي فقد، والفقد ده كان هيساعده فين؟ في الحمله الانتخابيه بتاعته هو ايه؟ وهو ماشي. الفقد ده ما قالش على نص مليون. ماشي. هنا ازعمه في الورق اللي موجود داخل المخازن 11,000 وبس. اتوزعوا على مؤيدي مصطفى محمود والعيال الراجلين اللي حصلها في موقعة الجبل، بس هو الريس بيتفق على حاجه برضه قبل ما ننسى. مفيش حد بيطبع صور حسني مبارك الا الهيئه العامه للاستلامات. مين؟ الهيئه العامه للاستلامات. وتوزع جزء فين؟ اثناء مقدمه مبارك في جلسه الامم. هي طبعا صحف كتير جدا اتكلمت عن موقعة الجبل وكانت اطفال مرسله ومحدش عارف يثبتها. ماشي؟ انا فضلت نايم زي ما بيقولوا لحد ما خدت القرار كلها اللي وراك ده مستندات وفيديوهات، وكنت مقدم بلاغ طبعا للاخ اسامه هيكل في 25/7 بصفه اللي هو وزير الاعلام. طبعا حط البلاغ ده فين؟ في الدور، ولا مدخله متهم معاهم. والبلاغ انا كنت اتاخرت النهارده جايز كنت رايح اخد رقم مع مين؟ مع النائب العام، وبعد كده واصل. الفيديوهات دي بتقول الاتي بقى، الناس مصطفى محمود هم شايلين مين؟ صور الرئيس اللي هو حسني مبارك. موقعة الجبل ماسك الجبل بتاعه وماسك ايه؟ صور مين؟ صور الرئيس. اثناء جلسات الاولى بتاعت محمد مبارك برضه صور مين؟ حسني مبارك. اوكي؟ اسماعيل خيرت الناس بتتبع في التحرير وعامل لقاء مع الصحفيين في المتحف المصري بيقول لهم مصر زي الفل. ده شغل عيال. ماشي؟ نزول المعادن، نزول مصر الجديدة، والكادر اللي انتم كلكم عارفينه اللي هو ما كانش بيتغير ده، كل ده بيصور في الفيلم عشان يبقى صوت وصورة. صوت وصورة. زي مرة برضه الإذاعة في مطبوعات اتطبعت قبل تلاحق مبارك بأيام وبعد تلاحق مبارك عشان يأكدوا على وجود مبارك، وحس اللي هم الجماعه اللي هم البلطجيه والثوره المرابطه على اجراءات الثوره. اول امبارح الاخ اسماعيل خيرت سبحان الله اللي بيعمل غلط لازم يقع فيه، اصدر توجيه مشدد وعلقه على الحيطه. هي حاولت اشيله من على الحيطه عشان يوقفه، انما هجيبه انا بقى لي هو سامعني هجيبه. اول امبارح بيقول ايه بقى؟ ممنوع خروج اي مطبوعات تخص مبارك الا بتعليقات شخصيه مني. يعني الراجل بيقر بايه؟ بمطبوعات مبارك عند مين؟ عند سعد. محتفظ بيها ليه يا عم اسماعيل؟ علق ده على الحيطه؟ علق على الحيطه. ولما استشعروا ان انا هقطعه شالوه. كان ده اول امبارح. وانا بقول له على الهوا. يعني حضرتك ما خدتوش الصوره مثلا؟ الحقيقه ما عرفتش. والحقيقه اللي بقيتها يومين ثلاثة متنكد بسبب الموضوع ده. لأن الموضوع ده عاوزه في مكان تاني في تحقيقات في أماكن أخرى. إنما أجيب. اتفقنا في الأول وأنا بستعرض دور الهيئة جريدة مصر السينمائية نزلت صورت الأحداث. جريدة مصر السينمائية بتصور الأحداث بدون رموش أو إضافات. بتصور الإيه؟ الواقع. بددوا الأفلام عشان ما تبقاش قرينة. لا عليهم ولا على محطة مين؟ مبارك عشان ما حدش يشتكي منها. طيب قلنا في 65 مركز اعلامي على مستوى محافظات مصر. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها استطلاع الراي ليه؟ العام. سلبا او ايجابا. ودي احداث. اقفوا هذه التقارير. لان التقارير كلها مش في صالح مين؟ مش في صنع الدولة أو القدر المظاهرين. إن شاء الله يعني هشوف الأستاذ سامع عاشور يتولى هذا الموضوع أو حد من المحامين الكبار. برضه في نفس السياق ومش هتطول برضه بتاع موقعة الجبل.
زي ما قال الاستاذ علي المركز الصحفي التابع لهيئه الاستلامات عمل الاتي: انا بجيب الممثلين اللي جالي من بره، بديهم التصريح، ببقى عارف هم ايه عايشين فين وعارف ايه قيمتهم، ماشي؟ اشاروا عليهم فيهم واحد او تلت دبح والباقي اتعور او انتهي، وجريده المسا وجريده الاهرام بالمناسبه جرائد قوميه اشارت لهذا الموضوع. طبعا في جرائد كتير جدا مستقله اتكلمت في هذا الشأن محدش ياخد بيها، جريده الاهرام وجريده المسا. طبعا مصر كلها لا تنسى المركز الصحفي ساعة بالترخيص اللي هو بتاع مين؟ قناه الجزيره عشان ما تبثش. مصر كلها عارفه الكلام ده. طبعا بالاضافه للنت كلنا عارفين هذا الكلام. اظن الواقعه مكتمله الارقام وديت المحل بتاع النائب العام ومشاعرته منها على خير.